يقول السائل: إذا أراد شخص من أهل الكتاب يهودي أو نصراني أن يسلم، فهل يكفي أن يأتي بالشهادتين أو لا بد من شيء آخر؟ يا يأتي بالشهادتين ويأتي بالصلاة وبقية أمور الدين، لكن أول شيء ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم، يعلم، يشرح له ذلك ويبين له، وهذه مهمة المراكز الإسلامية ومهمة الجمعيات ومهمة أنهم يعلمون حديثي العهد بالإسلام، يعلمونهم الدين، يفصلون لهم. نعم.